جدا ان وزاره الري كانت متوقعه ده، وكان في خطط وحتى يعني تماشيا مع اجراءاتكم للازالات. سؤالي عن المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف، هل يعني في تطورات جديده؟ احنا بنتابع معاكم من بدايه المشروع تطورات، وهل هو ممكن يساهم في استيعاب النسب من الميه، او يعني يكون ليه نصيب من هذه الارتفاعات؟ طيب اوضح لحضرتك ان المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع ده يعتبر من اهم المشاريع القوميه اللي بتتنفذ دلوقتي لوزاره الموارد المائيه والري، حريصه مع كل اجهزه الدوله على تنفيذها، لان له مكاسب كتير جدا، يمكن اهمها ان هو هيقدر يحل لنا مشاكل متعلقه باداره الميه، يعني نقدر نوصل المياه بالكميه والنوعيه وكمان التوقيت المناسب سواء للمزارعين للزراعه او حتى للاستخدامات الاخرى زي مياه الشرب وغيره. احنا مستهدفين في المرحله الاولى اللي هو حتى نصف منتصف 2022 اللي هو 30 يونيو 22، مستهدفين 7000 كيلو متر طول يتم الانتهاء منهم، ودي مرحله اولى، وبنستهدف يوم الترع بنطلق عليهم الترع المتعبه او اللي عندها فيها مشاكل سواء بالاستبحار او الانهيارات الموجود فيها او غيره. في مكاسب ثانيه بيئيه، في مكاسب ثانيه حضاريه هتحصل بيشعروا بيها المواطنين في المناطق دي، في مكاسب ثانيه ان احنا بنستعيد الشكل التصميمي للسرعة نفسها، يعني مكاسب عده جدا بالضبط. ان شاء الله تترتب على هذا المشروع، وده يعتبر